ناهد، اكيد حضرتك فاهمة انا بتكلم على ايه. انتشر على مواقع السوشيال ميديا فيديو اب بيضرب مراته قدام اولاد ولاده. يعني عايزه الاول تعليق على المشهد ده، وهل فعلا زي ما بقول كده ده فيلم رعب؟ فعلا احنا بنسبب الم نفسي وبنسبب مشكلات سلوكيه من العنف الاسري. يمكن اتناقشنا كتير وعملنا محاضرات كتير ازاي نتحكم في غضبنا. ما هو الانسان اللي بيضرب زوجته هو غير متحكم في ذاته، غير متحكم في غضبه، ما عندوش ثبات انفعالي. طيب احنا هنلومه ولا نشفق عليه؟ الاثنين. في البدايه هنشفق عليه، لان احنا عندنا اسس في التربيه بتخلي الانسان يبقى زي القنبله الموقوته. يعني هو تلاقي الشخص ده في صغره اتعرض لضغوط، اتعرض لأسى، كان هو ده النموذج اللي موجود في البيت. علاج المشكلات بالضرب. هو أول واحد انضرب وكان رافض. يعني لما بنيجي نقعد مع الحالات كده يقولك أنا كنت رافض جدا جدا معاملة والدي القاسية ليا، مش حتى للزوجة، يعني للأولاد. طيب الإنسان بيرفض المعاملة القاسية ليه؟ بيطلع قاسي لأنه ما عندوش آلية في التعامل إلا بالقسوة. ما عندوش ريفرنس تاني، ما عندوش مرجع تاني إن أنا أستخدمه لرد الفعل بالظبط غير الطريقة دي، مع إنه رافضها. يعني معظم الناس اللي اتعرضت لألم نفسي بديل بالظبط ما اتعلمش. فعشان كده إحنا بنبدأ بالأسرة. يعني في حد كان بعت لي بيقول لي الولاد لازم يا جماعه الدكاتره تنزلوا وتعملوا توعيه للاولاد ونربي الاولاد. قلت له يا دكتور احنا عايزين نربي الاهالي قبل ما نربي الولاد. صحيح الاهالي محتاجه فعلا دعم نفسي. الناس مضغوطه مش عارفه تحل مشاكلها، الناس مرت بظروف صعبه في حياتها طبعا على مدار حياتها كلها، فبتعمل تنفيذ في ايه؟ في وقت الغضب انا ممكن اضرب زوجتي لان انا اتضربت وعارف ان حل المشكله بالضرب. بعاقب ولادي لان انا اتعاقبت مع انه كان رافض بس ما عندوش الواجهه الثانيه ان انا استخدمها. فبالتالي احنا يعني ككبار مفروض نتعلم فن اداره الازمات. ودي طبعا مش عندنا كلنا. احنا وقت الازمه بنعمل ايه؟ الستات زي ما حضرتك عجبتيني كلمه بتقولي مش الرجاله بس. ايوه الستات لا بس. لا ده في ستات عنيفه جدا وتقول الفاظ، لدرجه ان في ستات تمسك حاجات جنبها تروح راميه زي سواء يعني للزوج او للاولاد. بالظبط. فعشان كده احنا ككلنا كبشر كاناث او ذكور احنا بنعاني من ضغوط نفسيه. فانا ابدا المشكله من الشخص ذاته، هو ايه اللي بيعانيه، يعمل عمليه بقى التفريغ ونعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي ليه للعنف. هل هو مضغوط بقى عشان جوانب ماديه، جوانب اجتماعيه، لان في تدخلات اسر في حياه ناس ممكن بتعمل ده. ويمكن شفنا العريس اللي قتل عرفته برده كان بالزبط. نازل على السوشيال ميديا بسبب كلام امه برده والضغط.